أهلا بكم مشاهدينا في الحصاد الأسبوعي للأحداث الأبرز في السياسة الليبية. 7 أيام أخرى طغت فيها تصريحات القادة وحتى التسريبات لما يدور في كواليس بعض منهم، وكأنها ترسم خطوط البداية لفصل آخر من المشهد. تروي التسريبات من مصادر غربية مختلفة عن تقديم تنازلات مشروطة من قبل المشير، في المقابل مسألة السلطة التنفيذية الجديدة تقترب من ملامسة الواقع بحسب تصريحات عقيلة، والتي أكدها المشري عندما تطرق إلى الاتفاق مع صالح على تشكيل الحكومة مع دعوته لدبيبة بالترشح إذا رغب في الحكم. لكنه أيضا أشار إلى استمرار الخلاف على قانون ترشح مزدوجي الجنسية. لنسأل هنا عن مقصد رئيس البرلمان الدقيق عندما تحدث عن تفاهمات مع المشري. إذن مستجدات توقفنا على أعتاب واقع سياسي جديد دون أن نعرف إن كانت أطرافه قد غيرت ولو قليلا من استراتيجياتها بما يعكس فعلا حياة أفضل لمواطن لم تعلمه سنوات الأزمة إلا فن الانتظار والتوقع. وسؤالنا الملازم لهذه الأيام من بين كل هذا هو مصير الانتخابات التي جعلها القادة حلما مستحيلا. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي السيد محمود الرملي. سيد محمود، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة اليوم لتكون معنا في الحصاد الأسبوعي للوسط. نتحدث بداية عن التصريحات التي لربما وكما وصفها البعض المتذبذبة لعقيلة صالح، والتي خلقت تساؤل عن الكواليس في جهته، وأيضا ماذا يقصد المشري أو من يقصد عندما قال أن عقيلة صالح عليه ضغوط كبيرة برأيك؟ تفضل. في تقديري ان من المهم جدا ادراك كنه ما يتعلق بالمشهد ليس من اليوم، ولكن منذ ان كانت هذه الاجسام، لانها اجسام لم تستطع التوافق مع بعضها ولم تستطع ان تنتج حلا لذاتها ولا لغيرها. انتظرها الليبيون 7 سنوات من اجل حتى ان تخلق اعترافا او تبادل للاعتراف، لم تنجح، ولذلك توافقاتها كانت ولا تزال وهميه. وعندما يتم الحديث، هذه التوافقات كانت بناء ربما احيانا لضغوطات محليه او ضغوطات دوليه او ارضاء لاراده دوليه بطريقه او باخرى مؤداها فلنصنع ورقه ولنوقعها ثم نتطمن منها. هذه الواقع العملي الموجود. عقيلة صالح لم يعبأ يوم بوجود ما يتعلق بإجراءات قانونية وفقا للمتبع قانونا بالخصوص، وإلا هذه الاتفاقات كان من المفترض وسيظل من الواجب في أن تكون بشكل حقيقي اتفاقات ما بين جسمين، أن يكون هناك مجلس دولة ومجلس نواب. طيب برأيك من يضغط اليوم على عقيلة صالح ليعود من القاهرة ويغير مواقفه كما ذكر المشري؟ خليفة حفتر بالأساس وبعض الدول بالزاوية الثانية، ودعيني أقول أن الزاوية المحلية في آلية الضغط هو المستفيد من الشرطين اللذين يراد إسقاطهما، شرط الجنسية وشرط العسكرتارية التي أرهقت الدولة الليبية في السنون الماضية. العجاف 43 قبل ثورة 17 من فبراير التي الليبيون يستعدون قريبا للاحتفال بها مهما كانت الجراح. ومن زاوية ثانية هنا لزامنا القول بأن هذه الضغوط واقع عملي، أن عقيلة ينبئ فيها بأنه لا يوجد اتفاق وإنما توجد إرهاصات، بل ربما بعض منها يوجد أيضا في بعض الدول التي لا تريد أن يصل الليبيون إلى توافق، لأن التوافق سيدعي جنها من مصالحها. طيب ألا تتفق أن اليوم المعطيات الجديدة على المشهد الليبي، عذرا على هذه المقاطعة سيد محمود، ولكن بما ذكرت أنت اليوم هذه الإرهاصات أو المماطلات من قبل الأطراف الليبية، لا تتفق أن اليوم المعطيات بدأت تؤكد أنه لم يعد مجال للمراوغة؟ لم يعد مجال للمراوغة، لكن هناك مجال للمراوغين، ولعل المراوغون كثر، وما أكثر المراوغين. أنا أقصد بذلك حتى وسط هذه عفوا منك سيد محمود، ولكن حتى وسط هذه اليوم التحركات الإقليمية والدولية تجاه ليبيا. نعم، حتى وسط هذه الإجراءات ورغم الضغوط، خاصة ما بعد زيارة الاستخبارات الأمريكية. نعم سيد محمود، هل أنت في الاستماع؟ الإيطاليين وزيارة وزيارة وزيارة، لكن أنا نعم سيد محمود، هل تسمعني جيدا؟ طيب
ربما إلى حين المعاودة للسيد محمود الرملي الذي كنا نتناقش معه عن مسألة المعطيات ربما الجديدة على المشهد الليبي، أيضا المراوغين كما هو ذكر عندما تحدثنا عن المماطلة، وهل الأزمة الليبية أو المشهد الليبي لا زال أو هل لديه قدرة على ما يقوم به اليوم السياسيين من مراوغة أو مماطلة لتمديد هذه الأزمة الليبية، والتي نرى أنها لربما بحسب خبراء إقليميين باتت على مقربة من التغير. وعاد معنا السيد محمود الرملي. سيد محمود، لربما توقف الحديث عن ما ربما ستشهده الأيام المقبلة في المشهد الليبي، أيضا الحديث هذه الفترة كثر عن سلطة تنفيذية جديدة وعن حكومة جديدة، برأيك كيف يمكن أن نتوقع صيغة توافق اليوم ترضي جميع الأطراف التي تتضارب مصالحها فيما بينها؟ في تقديري أن وجود حكومات ترضي جميع الأطراف أمر مستحيل، استحالة مطلقة، لأن إرضاء الجميع لا يمكن، ليس موجود لا بالمجتمعات الغربية ولا بغيرها. في المقابل إمكانية إرضاء خليفة حفتر أيضا أمر مستحيل، فهو مجرم حرب يجب أن يتحول إلى المحاكم. ربما لا يرضي البعض ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى عسكرية ثارية بعد هذه التضحيات، ولا يمكن أن تتحول إلى دكتاتورية بعد هذه التضحيات، ولا يمكن أيضا للدول أن تستمر بتدخلاتها. العالم يستحق ليبيا مباشرة يحاول قدر الإمكان العمل على إنهاء عصابات الفاغنر، وذلك سيكون قريبا وأكثر مما يتخيل الجميع. وأيضا هناك إشكاليات لا شك فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية متعددة الرؤوس، لكن في المقابل أيضا حرية ليبيا ووحدة ليبيا واستقلالها وعلمها وإمكانية وجود قاعدة دستورية لا يمكن استمرارية ارتهان ليبيا لأجسام. من زاوية ثانية يجب أن تولد في ذلك قاعدة دستورية واضحة المعالم، ويجب أن تنتهي بشكل عاجل وسريع، وأن يساعد المجتمع الدولي في خلق هيئة يمكن أن تصيغ هذه القواعد، وأن تعتمد من المجتمع المحلي أو يؤذن بذلك من خلال جمعية يتم تأسيسها والعمل على اعتمادها من مجلس الأمن أو من الجهات الدولية من أجل العمل على. سيد محمود، عذرا منك، ولكن بالحديث عن القاعدة الدستورية والتي هي من المفترض في هذه الفترة يعمل عليها مجلس النواب والدولة، أيضا اليوم بحسب الصحف والتقارير الغربية التي تسرب تقارب بين حفتر ودبيبة، يعني هل هذا يمكن أن نقول هو حرق لجهود المجلسين وأنهم أمام خطر الاستبعاد اليوم من المشهد؟ واقع أنه أمام خطر ما لم ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز مارس، أعتقد بأنه سيتجاوزه من زمن، ربما لا يتجاوز نهاية بداية الشهر القادم. نحن نتكلم على إشكاليات عميقة، والمجتمع المحلي والمجتمع الدولي ضجر أو لعله يأس من إمكانية أن يلد شيء. لقد فاتت مدة الحمل، ويبدو أن عملية قيصرية تكمن في إمكانية الخروج أو قراءة الموضوع خارج نطاق ما يتعلق بالنصوص الأصلية. الواقع أن الخروج أو الدخول فقط في الصندوق الأول وإمكانية الاحتباء أو الاحتباس وراءه لم ينتج لليبيا شيء، لم ينتج لا اتفاق الصفرات ولا اتفاقات غيره. حتى الاتفاق الذي وقعه أو قيل بأنه وقع من قبل عقيلة والسيد خالد البشري لم ينتج شيئا، وعدوا بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى المجلسين، لم يحل شيء، بل بعضهم لم يعقد اجتماعا، بل الذي عقد اجتماعا لم يطرح المشهد. أيضا الليبيون لم يروا هذه القاعدة يتحدثون عنها، وربما تتكون من 63 مادة، وهي مائدة فعليا محاولة من أجل البقاء. وأيضا المجلس الرئاسي الذي تأخر خطوتين أو ثلاث أو تسع على الوراء، لأنه لم ينعش حقيقة بشكل حقيقي، ولأنه غير قادم. ويدرك الجميع بأن الإشكال في ليبيا هو إشكال سياسي بالمطلق وإشكال أمني بالذين يسيطرون ولا يدرون تلك السلطة. فكيف يمكن العمل على إنهاء هذه الأزمة؟ الأمر سيحتاج إلى قرارات جريئة وواقعية وعملية تحاول أن تنهي الأزمة، بل تنهيها. وربما سيد محمود الفترة المقبلة ستفصل إن كان فعلا هذه الخطوات الجريئة هناك من يستطيع أن يقدم إليها. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد محمود الرملي على كل هذه الإيضاحات وعلى كل هذا التوضيح من حضرتك. في ظل أزمة الطاقة العالمية التي ضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، عبرت إيطاليا سريعا إلى الضفة الأخرى من المتوسط إلى ليبيا، حيث مخازن الغاز الكامنة في الأعماق وبثمانية مليارات دولار. أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة
موافقة شركة إيني الإيطالية على مشروع تطوير حقلي غاز. المشروع أو الصفقة الغامضة كما وصفتها حكومة باشاغا سيستغرق نحو 3.5 العام، وأوضح بنقدارة أن احتياطات الحقلين تقدر بستة تريليونات قدم مكعب، وسيكونان قادرين على الضخ بمعدل 850 مليون قدم مكعب يوميا لمدة 25 عام. وفي تصريح واضح قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الاستثمار رسالة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الدولة الليبية قد اجتازت مرحلة المخاطر السياسية. إذن هنا، هل هذا الضخ الإيطالي الكبير نذير لليبيا بأن مرحلة عدم الاستقرار قد ولت فعلا؟ وماذا عن بيان الحكومة المكلفة من البرلمان وتأكيدها عدم أهلية الحكومة منتهية الولاية كما وصفتها توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم طبقا لنص المادة 10 من الاتفاق السياسي؟ للغوص أكثر في هذه التفاصيل اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي الدكتور مسعود السلامي رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة. دكتور مسعود أهلا وسهلا بك، أشكرك على وجودك معي اليوم في الحصاد. لعلنا نبدأ بداية من هذا الاهتمام اللافت الذي يأتي من إيطاليا بعد زيارة أمريكية مهمة لمدير الاستخبارات لليبيا، وبرأيك هل هذه التحركات الإيطالية اليوم تنبئ عن رغبة روما ضمان موطئ قدم لها في ليبيا؟ أولا أشكرك أستاذة انتصار، وأشكر كل رفاقك في هذه الحلقة، كما لا أنسى أن أشكر كل متتبعي هذا البرنامج. هذا أولا. الحقيقة بالنسبة لإيطاليا يعني لم تغب يوم من الأيام عن ليبيا، فإذا احنا أخذنا جانبا مرحلة الاستعمار الإيطالي وهي بداية لتاريخ مرير ما بينهم وبين ليبيا، فإن العلاقات استمرت طيلة عقود وبدأت يعني بكل تأكيد مع تتغير مع إنتاج النفط. وربما ملاحظة بسيطة أستاذة انتصار، إن إنتاج بداية اكتشاف ملامح وجود نفط في ليبيا تم عام 1938 تقريبا، ويعني ومن محاسن الصدف يعني أن الذي اكتشف يعني وجود مكامن للنفط في ليبيا هو جيولوجي إيطالي، أعتقد أن لقبه ديسو أو شيء من هذا القبيل، وهو بعد ذلك يعني تأكد عبر الوقت أن هناك نفط في ليبيا أو طاقة بصفة عامة في ليبيا. طبعا أقصد هنا النفط تلا ذلك الغاز، وبدأ كما تعلمين حضرتك إنتاج النفط في 1951 أو نهاية 51، ثم تصدير النفط بدأ في بداية الستينات، ولذلك إيطاليا كانت موجودة حتى في اكتشاف ملامح النفط في بداياته. العلاقات الليبية الإيطالية النفطية الليبية بكل تأكيد هي علاقات متميزة كما أشرت، وتعتبر إيطاليا أو إيطاليا تعتبر هي أكبر شريك تجاري في مجال النفط. ولكن دكتور ماذا عن توقيت الذي اختارته إيطاليا حالا لتدخل في مثل هذا المشروع وهكذا استثمار، وليبيا لا تزال دولة ليست لديها حكومة موحدة وليست لها سلطة تنفيذية موحدة أو جسم واحد وتعيش انقسام سياسي؟ بكل تأكيد أستاذ انتصار، رغم كل الملامح التي أشرت لها والتي يعني تشير إلى ملامح الأزمة الليبية بكل تأكيد، ولكن هذا الحقيقة لا يمكن أن يوقف إيطاليا على أن تتحرك في دولة مهمة وتعتبر أكثر دولة عربية تقريبا تربطها بها كما أشرنا علاقات نفطية وعلاقات اقتصادية بصفة عامة وعلاقات سياسية، بمعنى أن هذا التحرك الأخير يأتي في هذا الاتجاه. ولكن زيادة هذا التحرك طبعا بعد خاصة تغيير بعد تلكم من حكومات سابقة من التدخل لأسباب سياسية داخلية في إيطاليا، طبعا من أن يعني تساهم بشكل فاعل في محاولة حل الأزمة الليبية، ولكن منذ أن جاءت ميلوني لسدة رئاسة الوزراء طيب في إيطاليا. طيب دكتور عذرا على هذه المقاطعة، ولكن هل تفعيل اتفاقية قديمة مثل هذه يثبت أن مؤسسة النفط مستقلة وحققت الاستقرار المطلوب وبإمكانها أن تجذب حتى شركات أخرى لربما مستقبلا للاستثمار؟
هو يعني اوكي، دعينا نترك جانبا ما قلته حول متانه العلاقات الليبيه الايطاليه، ونشير يعني في عجاله حتى نفسر اكثر تحديدا ان يعني توقيع الاتفاقيه هو الاتفاقيه الموقعه، هي اصلا الاتفاقيه تم توقيعها سنه 2008 تقريبا، وتم تعديل لاحقا هذه الاتفاقيه، ولذلك هي تكمله لهذا التوقيع الذي سيجري يوم غد أعتقد لتطوير حقلين، هما حقلي السلام والوفاء، وربما كما أشار السيد بنقدار ربما فيها إشارات ربما سياسية وغير سياسية. الإشارة السياسية وهكذا سنجيب، الإشارة السياسية أن ليبيا تجاوزت مرحلة المخاطر السياسية، وهنا أقصد المخاطر ليس مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة، أي لم تعد هناك مخاطر قد تهدد صناعة النفط أو تهدد وجود أو تهدد الإغلاقات أو الإغلاقات. النقطة الثانية أن عملية الإغلاقات أصبحت من الماضي، فيعني كل التطورات أو الأحداث التي أشارت والتي يعني انتهت بزيارة بيرنز، وهي الحقيقة الأزمة الليبية برمتها خاصة في مجال الطاقة بالنسبة بعد زيارة بيرنز ليس كقبلها، فعملية إغلاقات النفط أو استخدام النفط كرهينة أو كوسيلة للتجاذبات السياسية والخلافات السياسية. طيب، ولكن نحن نعلم جيدا أن تواجد بنقدارة اليوم الذي صرح بأن لربما هذه الخطوة تؤكد أن ليبيا ربما تجاوزت مرحلة المخاطر السياسية كما ذكر، لكن أيضا نعلم أن تواجد اليوم جاء بتوافق بين دبيبة والمشير خليفة حفتر، وماذا عن لو افترضنا حال نصف هذا التفاهم، هل سينصف بذلك استقرار النفط وحتى مستقبل ربما هذه الاتفاقية؟ بكل تأكيد أستاذ انتصار، ملامح حتى التفاهم بدأت منذ الآن، يعني بعد زيارة بيرنز، والحقيقة اجتماعه بالسيد خليفة حفتر وبعبد الحميد الدبيبة للوصول إلى حل ما للأزمة الليبية. هذا ناهيك طبعا عن أنه بحث أو يعني بحث معهما مسألة الفاغنر ومسألة تأمين الطاقة والحقول النفطية وهذه المسألة، ولذلك فبكل تأكيد ما تمخض عنه اجتماع بيرنز هي نوع من التفاهمات قبل بها الطرفان، ولذلك أصبحت صراع النفط في ليبيا غير مهددة، وهذا هو مشجع أعتقد إيطاليا ومشجع المؤسسة الوطنية للنفط على يعني عقد مثل هذا التفاهم، ولذلك مسألة إغلاق المواني والحقول النفطية أعتقد أنها مسألة لم تعد مطروحة على الإطلاق. الرسالة الأخرى الحقيقة وهي هي بشكل مباشر ناجمة أيضا عن اجتماع على الاتفاق أو تفاهمات الدبيبة وخليفة، أصبح هناك أن كما أشار السيد بشكل غير مباشر أن ليبيا الآن يعني في اتجاه الاستقرار وفي اتجاه الهدوء وفي اتجاه إيجاد بعض التفاهمات خاصة على الأرض، ولذلك على المجتمع الدولي أن يساهم في حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا في المستقبل يعني ستكون الحقيقة منطقة جاذبة للاستثمارات وخاصة في الاتجاه النفطي، وهذا ما جعل ميلوني أن يعني تسرع بزيارة ليبيا وجعل شركة إني العملاقة طيب. وهي أكبر لكن شركة. لكن دكتور مسعود لبشاغة هنا رأي ثاني، خاصة أن اليوم في بيان حكومة بشاغة المكلفة من البرلمان ذكرت أن هذه الاتفاقية تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني في شركة مليتا للنفط والغاز، ما رأيك بهذا سيد دكتور؟ لا بكل تأكيد أنا لا أعلم، بكل تأكيد أنا لا أستطيع، لا أريد أن أنتقد، ولكن أنا أوصف الحالة أستاذ انتصار أنا وأنت، ولذلك أعتقد أن يعني مثل هذه هي كما قلت لك اتفاقية موقعة أصلا في سنة 2008 ثم تم تعديلها، وأعتقد الآن في يعني اجتماع غدا أو توقيع غدا سيضع اللمسات الأخيرة على هذه والاتفاقية، هي في الأصل أستاذ انتصار كما تعلمي أنت أكثر مني هي لتطوير حقلين هما حقل السلام وحقل الوفاء، وهذان الحقلان يعني ثبت أنهما يعني بكل تأكيد إذا لم يتم تطويرهما فسيفقد ما يعادل 440 مليون متر قدم مكعب تقريبا حسب ظني إذا لم تخن الذاكرة في تسجيل الرقم متر لمدة 25 سنة، ولذلك هذه عملية
فنية في المقام الأول. النقطة الثانية، هذه الاتفاقية تنص على استثمار شركة إيني 8 مليار دولار لتطوير هذين الحقلين. النقطة الثالثة، يعني تطوير هذين الحقلين سيساهم الحقيقة في رفض الاقتصاد الليبي بشكل كامل. والنقطة الرابعة، أن حسب وزير النفط عون، أن هذه الاتفاقيات هي الحقيقة يعني ما هي إلا عبارة عن خطوة أولى لاتفاقيات أخرى حتى مع روسيا نفسها. فهناك توجه لإعادة الشركات الروسية، أو هناك مباحثات لعودة الشركات الروسية لليبيا، وهناك يعني مباحثات لعودة حتى الشركات اليابانية، أي بمعنى أن ليس خصوصية إيطالية ليبية، وإنما هي عودة بصفة عامة يستثمر فيها عملية الهدوء وعملية الاستقرار التي تحدث، وعملية التفاهمات التي توصل إليها بشكل ما السيد خليفة حفتر والسيد دبيبة لعملية تحديد صناعة النفط، ويعني استثمار الأزمة الأوكرانية الروسية حتى تكسب ليبيا الحقيقة يعني قدرة على الإنتاج وقدرة على التصدير، تساهم في الحقيقة إعادة الرفاهية لحياة الليبيين. يعني بمعنى أستاذ انتصار في عجالة، أنه إذا بقينا على هذا الحال واستنينا أو انتظرنا أمتى يتفقوا هؤلاء الذين لا يتفقوا أبدا، وانتظرنا الظروف مواتية، فبكل تأكيد أنت تعرف حضرتك أن هناك الآن تسارع في خطوات حتى دول الجوار. ميلوني قبل أن تزور ليبيا زارت الجزائر وعقدت اتفاقيات. ربما نقطة أخرى في عجالة أقولها لك أيضا، في عجالة لو سمحت دكتور، أن هناك نوع من التنافس في مد حتى خطوط الغاز من نيجيريا، يعني عبر غرب أفريقيا، وهناك خط آخر ربما من مؤمل أن يمر بالجزائر ثم طيب. تونس، وهناك مشروع خط أنه هو لكن ما زال في البداية سيمر بليبيا. تفاصيل كثيرة تطرق إليها حضرتك دكتور مسعود السلامي، أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة، أعذرك على هذه المقاطعة، ولكن أيضا أقدر تقديرك للمحافظة على الرتم السريع للحصد. والآن مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة. تطورات المشهد الليبي من مختلف جوانبه وعلى مختلف الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ثقافيا وأيضا رياضيا، كانت موضوعات وعناوين أثرت عدد جريدة الوسط لهذا الأسبوع، نتابع. بموضوعات وملفات مهمة صدرت جريدة الوسط لهذا الأسبوع في عددها 375، إذ تصدر صفحتها الأولى التطورات السياسية في البلاد والزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى ليبيا، وجاء عنوان المانشيت ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة. وفي نفس السياق نطالع مقالا في الصفحة الثالثة بعنوان قبل أن تبدأ زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تثير زوبعة، ونقرأ أيضا في نفس الصفحة موضوعا آخر بعنوان دائرة التدخلات الأجنبية تتسع وخلافات أطراف الأزمة مستمرة. وإلى الصفحة الرابعة التي تصدرها مقال يتناول وضع التعليم الأساسي في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، وجاء بعنوان رغم المشكلات ليبيا الأقل أمية مقارنة بدول الجوار. أما الصفحة الخامسة فتناولت موضوع مصير مقاتل فاغنر والترتيبة الأمريكية الجديدة بخصوص ليبيا، وجاء تحت عنوان هل هناك طبخة سرية فاغنر في مرمى النيران الأمريكية؟
ومن الشأن المحلي إلى الأخبار العربية والدولية، إن نقرأ في الصفحة السادسة مقالاً يرصد تطورات الوضع في بوركينا فاسو بعد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل القوات الفرنسية من الأراضي البوركينية، وجاء بعنوان بوركينا فاسو على أعتاب الحقبة الروسية. وبعنوان بارقة أمل جديدة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت نطالع موضوعاً في الصفحة السابعة. أما ركن الاقتصاد فنجد في الصفحة الثامنة توقعات البنك الإفريقي للتنمية بوصول التضخم في ليبيا إلى 3.6% خلال العام الجاري. وفي الصفحة التاسعة نجد عديد التقارير، منها مقال بعنوان ليبيا تستورد وقوداً ب 36 مليار دينار سنوياً. كما نقرأ في الصفحة العاشرة والحادية عشر عديد مقالات الرأي، من بينها مقال للكاتب سالم العوكلي بعنوان بحجة جارك اخرب دارك. وفي الشؤون الثقافية نقرأ في الصفحة الثانية عشر مقالاً تحدث عن ترشيح أديبتين ليبيتين لنيل جائزة البوكر العالمية، وجاء بعنوان نجوى بن شتوان وعائشة إبراهيم ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية. وفي الصفحة الفنية نجد عديد المواضيع والأخبار، منها خبر عن جوائز راتزي النسخة المعاكسة للأوسكار، وجاء بعنوان توم هانكس الأسوأ. وإلى الرياضة، حيث نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة عديد الأخبار، منها مقال بعنوان التراضي يفتح باب رحيل مارتينيز بهدوء من تدريب فرسان المتوسط. ونختم جولتنا في عدد جريدة الوسط لهذا الأسبوع بكاريكاتير الأسبوع الذي تناول تشبث المسؤولين بكراسيهم. قراءة ممتعة للجميع. وفي الختام مشاهدينا زوروا موقعنا الوسط.ly وكذلك صفحتنا على الفيسبوك بوابة الوسط. إلى اللقاء.